قبل ما نبتدي نتكلم على كونكشن كاملة، في حاجة متعارف عليها قوي، هي حاجة اسمها two angles back to back. لما يبقى عندي اتنين انجل في ظهر بعض، ممكن الاتنين انجل دول يبقوا في ظهر بعض على طول زي ما احنا عاملين كده، وممكن الانجل دي تبقى موجودة هنا وبعدين في حاجة في النص وبعدين في الانجل التانية اللي وراها في ظهرها. بس احنا عايزين نبقى عارفين الشكل ده بيبقى عبارة عن ايه. الشكل ده انجل هنا وواحدة تانية في ظهرها كده، فلما يجوا يترسموا بتترسم واحدة باصة يمين وواحدة باصة شمال، ده كده كإليفيجن. الفيجن لان انا بصلها كده، بس احنا ممكن طبعا تتغير زيها زي لما بيبقى معايا قطاع واحد لوحده. طيب لما اجي اشوفها كسايد هشوف ازاي؟ هشوفها الانجل دي هتبقى منطبقة بالظبط على الانجل اللي ورا، يعني هشوف الستكنس ده هو نفس الستكنس ده، فهشوفه مستطيل واحد، والمسافة دي هي هيها نفس المسافة دي، فبرضه هشوفها مستطيل واحد. يعني شكل الاتنين انجل دول لما اجي اجيب مسقطهم هنا هيبقى شكلها كانجل واحدة بس. يعني انا لما اجي اجيب المسقط هاجي امشي بخط من الخط ده، وهمشي بخط هنا، ادي الستكنس الصغير، وبعد كده هاخد من هنا وامشي بخط تاني. يبقى انا كده ده شكل الانجل بتاعتي، اللي هو هاجي من هنا بقطع عشان لو معيش الطول، ومن هنا بقطع، يبقى انا كده جبت الشكل بتاع الانجل. طيب شكل الانجل ده لو هو ما قاليش ان، لو انا كان مديني ده وما قاليش ان هما اتنين انجل، يبقى انا ساعتها مش هعرف، وهعرف ان دي انجل واحدة بس، فلازم يقول لي ساعتها هي انجل ولا اتنين. فخلي بالي ان هو لو جه وحط اتنين انجل يبقى واداني المنظر ده، يبقى انا عارفة ان هما اتنين في ظهر بعض، عارفة ان هما الاتنين هيبقى شكلهم عامل كده. لو قال لي انجل واحدة بس وشال كلمة اتنين دي، يبقى انا لما يديني ده هبقى عارفة ان انا هرسم انجل واحدة بس من الاتنين دول، مش الاتنين بس. خلي بالي كويس ان هو لو اداني المنظر ده او اداني الشكل في البلان، ابقى ساعتها عارفة انا عندي ايه. بس خلينا نقول ان السايد ده هو الوحيد اللي هيبقى مش باين، لانه البلان لما هاجي ارسمه انا هرسم لده لوحده ولده لوحده، يعني هاجي من النقطة دي وانزل بخط، وهاجي من النقطة دي وانزل بخط، ومن النقطة دي انزل بخط، ومن النقطة دي هنزل بخط، ومن النقطة دي هنزل بخط. فيبقى انا كده لو اعتبرت من اول هنا لحد هنا دي الانجل اللي على الشمال، ومن اول هنا لحد هنا دي الانجل اللي على اليمين. فانا لو هنا هعرف ان دول تو انجلز، هعرف لو في هنا خط قطع بقى خلاص، وفي هنا خط قطع، انا عارفه ان دي انجل ودي انجل. بس هنا لو هو كان مديني سايد ده بس وقايل لي ان هي اتنين انجل، يبقى انا هعرف ان الاليفيجن هيترسم كده والبلان هيترسم كده. انما لو كان قايل لي ان هي انجل واحده بس، يبقى هرسم هنا انجل واحده بس وهرسم هنا انجل واحده بس. تمام، نفس الفكرة بالظبط ممكن تتعامل معايا مع السي، مع التشانل. ممكن يديني اتنين تشانل باصين في وش بعض كده، او ممكن يديني اتنين، يعني الاتنين تشانل دول عاملين زي بوكس سيكشن، بس هما اتنين تشانل وملحومين مع بعض من هنا، او ملحومين مع بعض من هنا، او متركبين عليهم بليتس وهتتركب. المهم يعني ان في الاخر الشكل بتاعهم بيبقوا اتنين كده. طيب الاتنين كده دول انا برضو هتقابلني نفس الفكرة اللي هنا، انا من الاليفيجن اهو شايفة ان هما اتنين سي متركبين على بعض. طيب في السايد فيو هيبانوا ازاي؟ هاجي من النقطة دي وانزل بخط، ومن النقطة دي وانزل بخط داش عشان انا مش شايفاه. لما باجي ابص من هنا انا مش شايفة ده ومش شايفة ده، فيبقى دول هينزلوا بخطوط داش، والخط الاخير هينزل خط سوليد، واقطع من هنا واقطع من هنا. لو انا كان معايا السي دي بس كنت هرسم المنظر ده يعني لوحده، يعني انا لو كان معايا السي دي كنت هرسم ده، لو كان معايا السي دي كنت هرسم ده، بس كان ده وده هيبقى خطوط سوليد. بس انا بالمنظر ده لازم يحدد لي هما اتنين سي ولا، لو هو مديني سايد مش مديني الاليفيجن اللي هو باين فيه اتنين، لازم هيقول لي ان هما اتنين سي، يبقى ساعتها انا عارفة ان دي هي رسمة الاتنين سي اللي موجودين عاملين مع بعض بوكس سكشن. بس انا لو جيت في البلان هلاقي نفسي برضو برسم دي لوحدها، يعني من هنا ادي خط، من هنا خط الثيكنس هيبقى داش، من هنا ادي خط نهاية السي الاولانية وبداية السي التانية، ومن هنا ده خط الثيكنس، ومن هنا دي نهاية السي، خط القطع من الناحية دي وخط القطع من الناحية دي. يبقى انا كده معايا اتنين سي موجودين في البلان. لو اداني الشكل ده او اداني الشكل ده انا عارفة ان هما اتنين سي، انما لو اداني الشكل ده لازم اركز في الكتابة اللي هو كاتبها، هي واحد ولا اتنين. لو اتنين يبقى انا هرسم المنظر ده، لو واحد يبقى انا هرسم نص المنظر ده، على حسب بقى ده داش ولا مش داش. تمام،
دي تعتبر بداية التفكير لما يبقى عندي حاجات تبتدي تتركب على بعض. بداية من المرة اللي جاية هنبتدي نتكلم عن لما يبقى عندي بقى كونكشن كاملة على بعض، هقراها ازاي واشوف هي داخلة في بعض ازاي.